خلونا الاول نروح لزميلتنا في الاستوديو منى عشان نعرف منها اخبار الطقس بالتفصيل، وبعدها نرجع نكمل بقيه الكومنتس. يا منى يا بسان، فرحينا وقولي لنا كده، في ارتفاع جو لطيف قوي بقاله كام يوم؟ الحمد لله كلنا مبسوطين ولاقيين شمس حلوه وحاجه ما فيش بعد كده، شمس ما غير شمس الصيف دي اللي هي بتاعت الحر شمس لطيفه يعني. وبالليل لطيف تمام. طيب عظيم، يعني انت خدت شويه شمس كويسه الصبح خلاص هتدفي بالليل عادي احنا في الشتاء يعني عادي يعني. اهلا بكل مشاهدينا من جديد. النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون معتدل على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري، ومائل للبروده على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء والسواحل الشماليه الغربيه، وهيكون مائل للدفء على شمال الصعيد، وهيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده، والنهارده طبعا شفنا مع بعض شبوره مائيه على الطرق المؤديه من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. هنلاقي فيه فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه، لكن اجمالا الجو النهارده شديد الاعتدال. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 9، الإسكندرية 17-11، مطروح 17-11، سيوة 18-6، بورسعيد 18-11، دمياط 17-11، الإسماعيلية 20-9 والسويس 20-9، العريش 18-11، كاترين 15-2، طابة 20-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 23-13، الفيوم 20-5، بني سويف 21-7، والمنيا 20-7، أسيوط العظمى فيها 21 والصغرى 6، سوهاج 22-6، قنا 24-8، الأقصر 25-8، أسوان 26-10، الوادي الجديد 24-8، شلاتين 26-12، أما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 12. الجو اجمالا النهارده ظريف، خلينا نستمتع بالحراره اللي موجوده اللي هتكون مستمره معانا على مدار الاسبوع. نرجع تاني لشاذلي والفسان، اتفضل. شكرا ليك يا منى. نشكرك يا منى.